حجاج، حجاج بيطلع واحدة أمامية عند محمد حسن ميدو، مش أوفسايد، مش أوفسايد، وطلع الله. والهدف الأول، الهدف الأول لنادي النصر، 26 من الشوط الأول. إيديسا، إيديسا تمريرة تانية ناحية اليمين لعربي، عربي يبحث عن العرضية، لكن العرضية جول. الهدف الأول، الهدف الأول، أحمد عطا يحرز هدف حفظ ماء الوجه، يمكن كانت كرة كده عرضية. ميدو جاي لحسام بيومي، بيلعبها لأديسا، لحسام بيومي تاني، لسه كرة مع حسام، لسه كرة مع حسام، مش اوفسايد، وبيلعب والهدف الثاني، الهدف الثاني، أحمد عطا يحرز. مباشرة هي الدقيقة 44 أو الدقيقة 45 وخطر وهدف، خطر خطر، هذا اللاعب أحمد عطا، هدف، هدف لنادي النصر في الدقيقة كام؟ هذه العرضية الخطر، لاعب عرضية خطر، خطر والهدف، خطر خطر، مين؟ أحمد عطا، أحمد عطا الهدف الثاني. يرجع له تاني وبيعمل اوفر عالية، والهدف الأول، الهدف الأول لفريق النصر بيحرزه أحمد عطا. أديسا بيلعب كورة لمحمد حسن ميدو لأحمد عطا، أحمد عطا ماشي، وانفراد، انفراد أحمد عطا، وفي عرقلة وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح نادي النصر. نتيجة خلف وبيلعب كرة عالية من يابل، بترد وتوصل لأحمد عطا، بيلم أحمد عطا بشدة جامدة، لكن بيطلع اللاعب عند مصطفى نصر. إيديسا لاعب كرة بينية جميلة، أحمد عطا وانفراد خارج، خارج الحارس المرمى، أحمد عطا، لكن يا سلام عليك بقى المرة دي يا مصطفى نصر، وبيطلع بتترد كده من حسام بيومي، توصل عند أحمد عطا، أحمد عطا بيلعب واحدة أمامية عند محمد حسن ميدو. حمادة يستلم كورته عايز يعدي، ولكن على طول مقطوع، السلام من اللاعب أحمد عطا، أحمد عطا يستلم كورته عايز يعدي، ولكن على طول تدخل دفاع، لسه فيها خطوره، احمد عطا الراجل اتعلق فيه، مسك فيه، ولكن هو ما شاء الله عليه انطلق القاصره البشريه، بيفكرني بالبلدوزر عمرو زكي. بيشتت الدفاع فريق غزل السويس، توصل عند بيسو، بيسو لاحمد عطا، بيسو لاحمد عطا، احمد عطا لسه الكوره معاه، بيلعب كوره لميدو، انذار للاعب كريم جمال، تتلعب على طول من حماده السيد، عايز يلعبها طويله ولكن سيلا يقطعها، تعود عند احمد عطا، احمد يستلم كورته، عدى يا سلام يا احمد، يلعب على طول في الدقيقة الثاني، احمد مصطفى يبحث عن العرضيه، لعبها لاحمد عطا جميله، لكن احمد عطا المره دي تلعب ثاني لاحمد عطا، احمد عطا بيلعب كوره بينيه عند حسام بيومي، حسام بيومي بيعدي، بيعدي وبيدخل منطقه الجزاء وبيشوط شوطه جامده، لكن في
رامي عادل، رامي لأحمد عطا، أحمد عطا داخل وبيعدي لسه كورة مع أحمد عطا، لكن بتطول منه وبيعمل أوفر، لكن بتخبط في